السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين ومرتاحين وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فيه اللحم مبخر بطريقه زوينه مشرمل، وكيجي طيب زبده، كيجي بنين من ألد واروع ما يمكن تحضروا بلحم العيد. فكنتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا معايا تعرفوا على طريقه التحضير ديال هذا اللحم. فاول خطوه خدينا البصل، البصل كان عندكم الاحمر او الابيض، ومن بعد غادي ناخذ الكسكاس وغادي ندير فيه البصل. في الكميه ديال البصل درت 3 ديال البصلات متوسطين الحجم، كل ما بغيتوا البصله كثيره كثروا البصله. فغادي ندير واحد الطبقه الاولى في الكسكاس ديال البصله، والبصله مقطعها كشرائح. ومن بعد غادي ندير ان شاء الله واحد الكميه ديال الزبيب تقريبا نصف كاس. طبيعة الحال اذا بغيتوا الزبيب يعني يكون بزاف فغادي تكثروا، واذا ما عزش عليكم او ما كتبغيوه شي غادي تستغناو على الزبيب بصفه نهائيه. نصف الكميه الاخرى ديال البصل غادي نخليوها على جانب حتى نغطيو بها ان شاء الله اللحم ديالنا. الخطوه الثانيه ان شاء الله غادي نحضروا الترميله اللي غادي نشرملوا بها اللحم، واللي غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله معلقه ديال الكمون باش كيجينا اللحم ديالنا لذيذ. دائما اللحم او الراس اللي بغيتوا تفوروه ديروا فيه الكمون فكيعطي بنه غزاله. فدرت معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم. بطبيعه الحال كانت الكميه عندكم ديال اللحم كثيره غادي تكثروا التوابل، يعني غادي تضاعفوا. كانت كميه ديال 2 كيلو 2 كيلو ونص غادي ديروا معلقه صغيره من كل حاجه، حكيكه ديال الزعتر او الصحتر. وغادي ندير قزبر ومعدنوس اللي عندي مقطعين، معلقه ديال الثوم محكوك، ثومه محكوكه خديت 3 ديال الفصوص شي شويه كبارين وحكيتهم، تقريبا كاس ديال الماء. والملح غادي ندير تقريبا ملعقه ونصف. فالتوابل واخا يبانو كثارين او الملح، فاللحم المفور داك التوابل كلها كتنزل، فقط داكشي اللي غادي تشرب لنا اللحم هو اللي غادي هكا يجي باين، اما كل شيء كينزل. غادي نخلط قليلا، وغادي ناخذ القطع ديال اللحم، تاخذوا من الفخيط تاخذوا من السنسور او من العنقرة، اي قطع كانوا متوفرين. فانا خديت اللي كيكونوا هكا في السنسور وخديت شويه من العنقرة. غادي نقطعوا اللحم ديالنا بهذا الشكل باش منها كيتفور لينا بسهوله، ومنها كتدخلوا تتبيله. اي قطع ديال اللحم عندكم غادي ديروا نفس الشكل، واخا يكونوا عندكم الحساير حتى همايا غادي تقطعوا بهكا بالسكين باش يطيبوا بسرعه ويتشربوا التتبيله جيدا. وفي التقطع حاولوا هكا تقطعوا يعني شرائح باش نيت اللحم يكون هكا فيه واحد المنظر زوين وما يتفرتتش، يعني ما ديروش هكا التقطيعات قرابين بعضهم بهذا الشكل كيف ما موضح في الصوره. اللي هكا فتحتها غادي نحطها ان شاء الله في الترميله اللي عملنا. غنستمر انا تنقطع القطع ديال اللحم كاملين نفتحهم ونكملوا ان شاء الله مع بعض. ومن بعد كنشرملوا اللحم ديالنا بشكل جيد، كندخلوا داك الترموله في الفتحات اللي كنعملوا وهكا في جميع البلايص. حالات كان عندكم الوقت بغيتوا تخليوا اللحم ديالكم يتشرب خليوه، لكن اذا كنتوا تخليوه يتشرب البصل حتى لاخر لحظه عاد توضعوه في الكسكاس. اذا كنتوا يعني البصل يعني تنقيوه حتى لاخر لحظه، اذا كنتوا غادي تفوروه في البلاصه غادي هكا يعني كيف ما عملت معاكم نصبقوا البصل ديالنا ونشرملوا اللحم ونستفوا اللحم ديالنا في الكسكاس بهذا الشكل جيدا. البصل اللي كيبقى النصف اللي كنبقى غادي حتى هويا ندوزو في التتبيله. فانا كنعتذر، فالمره الاولى كنت دوزتو في التتبيله وعاد ما تصورت لي شي اللقطه وعاودت معاكم. كنزيدوا له شويه ديال القزبر ومعدنوس، وكنوضع هذا البصل فوق اللحم. في الفوق ما كنديرش الزبيب، درتو غير في الاسفل. هذا البصل كيعطي واحد الطعم هائل جدا في اللحم ديالنا. كنغطي به اللحم بشكل جيد، وغادي نجيب الطنجره
اللي غادي نفورو عليها اللحم، وغادي ندير فيها الماء. الماء بطبيعة الحال ديروا الماء الكافي، تقريبا ديروا حتى لجوج يطرو. كل ما كان الماء كيطلع البخار اكثر وكطيب لينا اللحم مزيان. وضعت بصلة مقسومة على 4 عويدات ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نوضع الكسكس ديالي ونديرها ان شاء الله فوق النار مهيلة حتى يتفور لينا ان شاء الله اللحم ديالنا على خاطرو. فدرت داك البصل ودرت العويدات ديال القزبر ومعدنوس باش الطنجرة ديما تبقى محافظة ان شاء الله على اللون ديالها وما تكحلش، وحتى داك البخار اللي كيطلع كيطلع من السم. بامكانكم ديروا الحامض او اي شيء كتفضلوه. اللحم خليتها على نار مهيله حتى لقيتها طيبه زبده، كتستغرق لينا تقريبا ما بين 2 سوايع حتى 3 سوايع. كل ما كان عندكم الوقت خليوها تفور اكثر، فصدقوني كل ما عطيتوها الوقت كتجي طيبه احسن. وحتى العمر ديال الحولي او جدي او اللحم اللي عندكم فكيلعب دور، اذا كانت صغيره بطبيعه الحال تقدر تستغرق لكم غير ساعه ونص. من بعد ما تفورت بطبيعه الحال كنجربوها، كندخلوا فيها الموس او الكيغدو او الشوكات حتى كنشوفوها طيبه زبده. غادي نوضعها في واحد المول اللي غادي ندخلها ان شاء الله الفران تحمر. ممكن تقدموها يعني كيف ما كتفور، كما ممكن تزيدوا هاد الاضافه ديال التحمر. فكندهنها بالسمن وبالزيت وغادي ندخلها للفران حتى تحمر وتشد لي واحد اللون ذهبي والطروف يشدوا لي راسهم، وعاد نخرجوها ان شاء الله باش نقدموها. وبالنسبه للحم باش كتعرفوه انه تفور مزيان غير من العضومه ديالو، يعني كيتبان لكم اللحم طلعت على العظام. من بعد ما تحمروا لي في الفران القطع ديالي كيكونوا بهذا الشكل. البصله والزبيب اللي كانت في الاسفل ما حمرتهمش، خليتهم هكاك في الكسكس باش كيبقاو هكاك في اللون ديالهم زوين. وكنقدم مع اللحم ديالي شويه ديال المليحه وشويه ديال الكمون اللي بغاهم، وكيكون هذا الطبق النهائي ديال اللحم اللي فورته وحمرته معكم. كيجي طيب زبده، كيجي بنين ولذيذ، ما تشبعوش منه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، فعلا كيستحق التجربه. المذاقات كيجيو متواتيين مع بعض، وكيجي كيشبع وخفيف، يعني في الاكل ديالو ما تحسوش به، خفيف بزاف. الاهم والسر هو انكم تخليوا اللحم ديالكم واحد المده باش كيطيب على الخطر ديالو، وضروري تغطيو عليه. فانا غطيت عليه غير بالغطايه عادي. اذا كنتو غديروه مثلا الغداء عملوه يطيب هكاك في الصباح شويه بكري باش يوجد لكم مزيان، واذا كان عندكم العشاء عاوتاني ديروه على بكري باش كتعطيوه الوقت. وبطبيعه الحال التتبيله والطريقه اللي عملت له في الشرميل كتزيدوا لذه وكتزيدوا واحد الطعم خاص. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال نهار اليوم. كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحه والعافيه ليكم ولحبابكم ولكل من عزيز وغالي على قلبكم. دمتم في امان الله، مع السلامه.